السلام عليكم، معكم علي، اهلا وسهلا بكم بدرس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن احد الدروس المهمه ومن الاساسيات في اللغه الانجليزيه، يجب على متعلميه ومتكلميه اللغه الانجليزيه معرفتها بشكل جيد، بالتالي معرفه كيف استخدامها وحفظها بشكل سريع وسهل. نتكلم في هذا الفيديو عن irregular verbs. كما نعلم باللغة الإنجليزية لدينا نوعين من الأفعال: regular، irregular. regular verb يعني فعل نظامي. يعني كيف فعل نظامي؟ لكي أحوله من المضارع إلى الماضي فقط أضيف دي أو إي دي. الفعل irregular يعني فعل شاذ. ماذا يعني انه شاذ؟ شاذ عن قاعدة الإيدي، لذلك ممكن يتغير حرف او حرفين وهكذا. في هذا الدرس تابع معنا لنهاية الفيديو، نتعلم بطريقة سهلة كيف اعرف الفعل وتصاريفه، يعني بالمضارع بالماضي واسم المفعول او الشكل الثالث للفعل. كما قلنا لدينا نوعين من الأفعال. النوع الأول نسميه regular verb يعني فعل نظامي، نفس الكلمة فقط نضيف IR. irregular verb فعل شاذ أو غير نظامي. ماذا يعني نظامي؟ لكي نحوله من المضارع إلى الماضي فقط نضيف D أو ED. إذا كانت الكلمة منتهية بE فقط نضيف D، إذا لم تكن الكلمة منتهية بإي نضيف إي دي. مثل هذا الفعل like يصبح liked إذا فقط نضيف دي. يحب أحب. want لاحظ لا يوجد إي. want يريد. wanted لاحظ نضيف إي دي. هذا الفعل نظامي. إذا التصريف الأول، التصريف الثاني والتصريف الثالث للفعل. إذا دائما المنتهي بإيدي بيكون الشكل الثاني بالماضي البسيط، والتصرف الثالث نسميه past participle بيكون نفس الشكل. إذا كان الماضي إيدي أيضا التصرف الثالث إيدي. كما باللغة العربية تعد الفعل يأكل، هذا مضارع أكل. لاحظ مأكول أيضا يتغير. لاحظ عندنا يا، عندنا وا وهكذا. الفعل irregular يعني الفعل الشاذ لا نستطيع أن نضيف له دي أو إيدي. مثل عندنا الفعل go لا نضيف له إيدي good، هذا خطأ. يتغير. ممكن شخص يسأل طب ليه يتغير؟ عندهم لغتهم اللغة الإنجليزية بهذا الشكل، خلاص نحفظها بهذا الشكل. لكن بعد هذه الفقرة راح نتعلم بعض الأفكار التي تساعدنا على حفظ الأفعال الشاذة. go لاحظ يصبح went. إذا لاحظ تغيرت الكلمة بشكل كامل. التصرف الثالث gone. تعد الفعل see يرى، الماضي saw. التصرف الثالث seen. إذا see saw seen. إذا يرى حتى بالعربي يرى، رأى مرئي. لاحظ يرى بهذا الشكل، رأى تغيرت أيضا بالماضي، مرئي التصرف الثالث أيضا تغيرت أيضا باللغة الإنجليزية كذلك. بهذا الدرس نتكلم فقط عن irregular verbs الأفعال الشاذة وكيف أحفظ هذه الأفعال بكل سهولة. لماذا مهم أن أحفظ الأفعال الشاذة؟ لكي أتكلم أحتاج إلى أشكل جملة، وجملة باللغة الإنجليزية subject verb complement، يكون عندنا فعل والفعل أساس بالجملة. أي جملة إنجليزية بدون فعل جملة خاطئة، لذلك يجب أن أحفظها. بالتالي الفعل له ثلاث أشكال: يا أما يكون بالpresent أو نسميه infinitive يعني بالمصدر يعني بالمضارع، نستخدمه بزمن المضارع البسيط إذا كان عندنا عادات وحقائق علمية نستخدم المضارع البسيط على الشكل الأول.
إذا كان بالماضي simple past بالماضي البسيط نستخدم الشكل الثاني. عندنا دائما الشكل الثالث past participle نختصره P P يعني أول حرف P من كلمة past participle هذا نستخدمه بالأزمنة التامة يعني المضارع التام بيكون have و has والفعل بالتصريف الثالث أو يكون عندنا بالماضي التام had والفعل بالتصريف الثالث أو بيكون عندنا أزمنة الباسف المبني للمجهول المجهول كما نعلم يكون فعل الكون والفعل بالتصريف الثالث. ننتبه كيف نحفظ هذه الأفعال الشاذة؟ كثير من المتعلمين اللغة كما قلنا يجدون صعوبة. لا تقلق أبدا، مع الممارسة والتمرين راح تكون الأمور سهلة، لأن عندنا بعض الملاحظات باقي الأفعال بتكون نفس الطريقة. أول مجموعة من الأفعال الشاذة نضع في الحسبان ممكن يكون الفعل يبقى كما هو، مثل عندنا cut cut cut. إذن بيكون بالثلاث أشكال بالمضارع والماضي واسم المفعول بيكون نفس الشيء ما يتغير. cut يقطع، cut قطع، cut مقطوع. إذن دائما التصريف الثالث أو الشكل الثالث على وزن مفعول، مثلا يأكل أكل مأكول، يرى رأى مرئي، وهكذا. إذن على وزن مفعول نستخدمه كما قلنا بالأزمنة التامة. أيضا عندنا كلمة put 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 يضع وضع موضوع، وهكذا. set 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 cast cast cast. إذن نلاحظ نضع في الحسبان المجموعة الأولى بيكون عندنا الفعل ما يتغير بالثلاث أشكال نفس الفعل. المجموعة الأخرى نضع في الحسبان إذا كانت الكلمة فيها دبل إي نحذف أحد حروف الإي. لاحظ feed fed fed إذن فقط حذفنا أحد حروف الإي. meet met met bleed bled bled. إذا كان عندنا كلمة فيها دبل إي فقط نضع إي واحدة بالماضي واسم المفعول. إذا كانت الكلمة فيها دبل إي نحذف أحد حروف الإي ونضع في نهاية الكلمة تي. فعل الفعل sleep slept، لاحظ حذفنا أحد الإي وضعنا بنهاية الكلمة تي. sleep slept slept. keep لاحظ دبل إي نحذف أحد حروف الإي نستبدلها بحرف تي. هذا القواعد فقط للاستئناس ليست قاعدة ثابتة. keep kept kept. feel لاحظ أيضا نحذف إي نستبدل تي. felt felt. إذا كانت الكلمة منتهية بدبل إي نحذف الإي ونستبدلها ب تي بنهاية الكلمة. sleep slept slept. keep kept kept. feel felt felt. المجموعة الأخرى إذا كانت الكلمة منتهية بـ D نستبدلها بـ T بنهاية الكلمة. عندنا lend lend lend. لاحظ أيضا spend منتهية بـ D spend فقط استبدلنا الـ D بـ T spend. rent rent rent. build built built. لاحظ الدي استبدلناها فقط بتي، إذا الدي نحذفها نستبدلها بتي. lend lend lend. spend spend spend. rent rent rent. build built built. send send send. أيضا المجموعة الأخرى نستبدل حرف الآي بأي بالماضي واسم المفعول أو التصرف الثالث بيو. إذن الآي بالماضي نستبدله بأي واسم المفعول الآي نستبدله بيو. مثل عندنا begin لاحظ آي نفس الكلمة فقط نضع began إذن بدل الآي نضع أي. أيضا
بالتصرف الثالث بدل الاي نضع يو تصبح began. اذا begin began began يبدا بدا مبتدا او بادا. ايضا swim لاحظ اي نستبدل ب a swam swam. ايضا you sing sang sang. اذا استبدلنا الاي كما قلنا ب a وايضا استبدلنا بالتصرف الثالث الاي ب you. drink drank ايضا استبدلنا الاي ب a ايضا عندنا you drank. اذا begin began begun swim swam swam sing sang sang drink drank drunk. اذا بهذا الشكل المجموعه هذه الآية نستبدلها بالماضي بA بالتصرف الثالث past participle الآية نستبدلها بU. لاحظ هذه المجموعة منتهية A key A key. بهذا الحالة بالماضي فقط نحذف الE ونضع double O. لاحظ sick sock. أيضا بالتصرف الثالث والشكل الثالث فقط نفس الفعل فقط نضيف له N في نهاية الكلمة نفسها بالمضارع فقط نضيف N. تعدنا forsake forsook forsaken mistake mistook mistaken undertake undertook undertaken overtake overtook overtaken. إذا لاحظ فقط بدل الA وضعنا double O وحذفنا الE بكل الحالات. لاحظ نفس الكلمة take 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 فقط بالبداية miss and over. لذلك take took taken فقط تغيرت أو الجزء الأول. أيضا هنا لاحظ forsake أيضا عندنا A key E نستبدلها O أو double O K بالأخير نضع N. إذا بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن regular verbs الأفعال الشاذة. تكلمنا عن بعض الملاحظات والقواعد في هذا الجزء الجزء الأول. نكمل في الجزء الثاني إن شاء الله بقية هذه القواعد اللي تساعدنا على حفظ وتعلم الأفعال الشاذة في اللغة الإنجليزية لأنها مهمة جدا لكي أتكلم وأتحدث وأكتب باللغة الإنجليزية. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.